احمد فتحي وعندي 35 سنه ومعايا 3 اولاد وشغال في ملابس الجاهز على الله الحمد لله. ثقه في الله يعني ان شاء الله هننجح يعني. ما لقيتش في شغلانه كويسه بالشهاده قلت اشتغل اي شغلانه حره يعني. دبلوم التجارة دلوقتي ما بقاش مطلوب يعني دلوقتي بياخدوا شهادات عالية بكالوريوس وحاجات كده الشهادات النازلة الجيل العالية لكن دبلوم الحاجات دي ما بقتش بقت قديمة يعني. أنا شغال كده بقالي 5 6 سنين يعني ولا بقالي فترة كبيرة يعني. والله الحمد لله اليوم انا ببقى طالع رزق على الله ما اعرفش ابقى لمين الحمد لله ربنا بيرضيني الحمد لله يعني الحمد لله يعني الحمد لله كله سعي لان انا سعيد فيه ربنا هيكرمني فيه مع حد تاني. الحلال طبعا صعب طبعا بس الحمد لله والحمد لله طبعا في راحه نفسيه الحمد لله انا مرتاح يعني الحمد لله. والله انا اعتبر انا سعري قليل يعني الحمد لله يعني ببدا انا عامل عروض اليومين دول العرض 75 جنيه اي تيشيرت الاثنين 150 عشان عايز ابيع ما هو الجو اليومين دول زي ما انت شايف هادي الجو هادي فانا عايز ابيع بعمل عرض عشان الزبون يشتري وسعي بنسعى في الاول وفي الاخر. حسب الحاجه اللي بتبقى موجوده كويسه وسعرها حلو ببدا ان انا اجيبها واسوقها في الشارع. انا لو حد سالني انا شايف مقاسه مش موجود معايا من الاول بقول له مقاسك مش موجود معايا عامل ربنا قبل الناس يعني الحمد لله عشان ربنا يكرمني يعني ممكن واحد اقف معاه يطلع له 5 6 تيشيرتات 7 10 تيشيرتات وفي الاخر يقول لي طب مره ثانيه طب الاسعار سعر غالي بيحاول يقلب يهرب مني يعني بتعدى انا الايام دي كتير بس الحمد لله يعني ببقى عارف ان ربنا بيرضيني بعدها يعني ثاني يوم ربنا بيرضيني بعدها باليوم اللي قبليه بيعوضني عن اليومين الحمد لله.